انا هرجع شويه صغيره في طالما ان احنا عرضنا لمساله يعني الاجتهادات والصله ما بين العماره الفرعونيه والقبطيه والاسلاميه، كنت عايز من حضرتك يا ريت تقويم لانجازات رمسيس وصواصف. له اجتهادات معماريه متجسده في منطقه الحرانيه في القريه بتاعتنا. الله يرحمه رمسيس وصواصف كان المهندس الوحيد في كليه الفنون الجميله معانا اللي كان مهتم بالعمارة المصرية